منه وفي عمق القطع. إسرائيل تعلن تنفيذ هجوم على مسافة 40 كيلومترا في العمق اللبناني وتستهدف شاحنة نقل في جنوب صيدا. قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة في الرياض اليوم استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة. أهلا بكم مشاهدينا مرة جديدة في متابعة لآخر التطورات في هذه الحرب التي تدخل يومها 35 بين غزة وإسرائيل. حول آخر التطورات، فوسط قصف وغارات متواصلة على غزة لليوم 35 أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يقف على مسافة 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء وأن آلاف الجنود موجودون في عمق القطاع وتدور اشتباكات وصفت بالأعلى منذ بدء هذه الحرب على غزة وتركزت في حي تل الهوى، مخيم الشاطئ وحي النصر. وأعلن الجيش الإسرائيلي تضييق الحصار العسكري على مستشفى الشفاء فيما يستهدفه بين الفينة والأخرى. الصحة الفلسطينية أكدت أن القصف الإسرائيلي على ساحات مجمع الشفاء الطبي ومحيطه أسفر عن قتل أكثر من 100 فلسطيني. هذا وأفاد مراسل الحدث بأن الأليات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الرنتيسي والنصر والعيون ومشفى الأمراض النفسية. يأتي كل ذلك بعد ليلة دامية شهدت استهدافات إسرائيلية مكثفة تركزت بشكل عنيف على المستشفيات في القطاع، والتي كان أبرزها قصف مستشفى الشفاء الذي كان مكتظا بمئات النازحين المتجمعين في محيطه، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني وفق ما كشفت عنه وزارة الصحة. هذا وقد تعرضت مناطق شرق بيت لاهيا وبيت حانون في شمال غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، بينما دارت اشتباكات عنيفة في محيط مخيم الشاطئ وحي النصر، حيث لا تزال مستمرة حتى الآن مع سعي القوات الإسرائيلية لتحقيق مزيد من التقدم على الأرض. وقد أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قواتها باتت على مسافة 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء وأن آلاف الجنود هم موجودون الآن في عمق قطاع غزة. صباح هذا اليوم كشفت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن قصفا إسرائيليا في وسط القطاع خلف 6 قتلى مع عدد من الجرحى مع استهداف لمنزل مأهول في مخيم صيرات. وفي المقابل أفادت مصادر الحدث بإطلاق رشقة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك بعد انقطاع بأكثر من 12 ساعة. يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو ربنا يا عفو الله. المنطقة ورا الشمال الشاطئ محيط الشفا، هذه قريبة كتير، هذه قريبة كتير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ويبدو أن التطورات تتلاحق فيما يخص الجنوب اللبناني، وننوه بهذا العاجل عن الإعلام الإسرائيلي بأن هناك مسيرتان اخترقتا الأجواء الإسرائيلية انطلاقا من جنوب لبنان. وبالعودة إلى آخر الأخبار، أيضا أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة وأن الوضع داخل المستشفى كارثي، مشيرة إلى أنها لا يمكنها حاليا الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء. وحتى اللحظة لا يزال هناك مرضى في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة. وأعربت منظمة أطباء بلا حدود عن قلقها على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي كما دعت المنظمة بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى. Продолжение следует...
للوقوف عند آخر التطورات الميدانية وأيضا الجانب الإنساني. تنضم إلينا مجددا من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خولة الخالدي. خولة أهلا بك، هل تطلعين على آخر التطورات خصوصا بعد أن كان هناك استهداف لمخيم النصيرات وأيضا مخيم الشاطئ؟ نعم، مخيم النصيرات في المحافظة الوسطى والتي نتواجد فيها حاليا تعرض لعدد من الغارات الإسرائيلية والتي أثرت عن وقوع ما يقرب من 6 ضحايا وعشرات الإصابات في تلك المنطقة، والتي تعتبر من أكثر الأماكن اكتظاظا في هذه المناطق الآن، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من النازحين والعائلات الفلسطينية. الاستهدافات الأخرى المتعلقة بمحافظة غزة تحديدا هي دائرة منذ ساعات أمس تحديدا، خاصة مع عملية التوغل البري التي اتسعت دائرتها في عملية الدخول إلى وسط محافظة غزة ومع محاصرة مجمع الشفاء الطبي بشكل واضح، مع العلم أنه هنا عملية المحاصرة التي تتم حتى هذه الأثناء هي تمنع تحرك الطواقم الطبية أو سيارات الإسعاف أو أي شخص من داخل المستشفى إلى خارجه، بالتالي يتم عملية إطلاق نار مباشر من قبل المسيرات الإسرائيلية وبصواريخ من هذه المسيرات تقوم على الاستهداف المباشر لأي شخص يحاول التحرك من داخل المستشفى إلى خارجه. فبالتالي الاشتباكات واسعة جدا في تلك المنطقة، خاصة في الجهات الغربية من مجمع الشفاء الطبي وهي الجهات التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية بشكل واضح، أيضا بوجود فصائل فلسطينية تقوم على الاشتباك المباشر في تلك المنطقة وهي المنطقة التي تطل على المنطقة الغربية ومخيم الشاطئ تحديدا. لذلك هذه الاشتباكات يسمع صداها في كافة مناحي قطاع غزة بشكل واضح وتحديدا في محافظة غزة وأماكن الغربية منها. بالتالي هناك أيضا عمليات اشتباك مباشرة في مناطق في مختلفة من محافظة غزة مثل حي النصر، ولكن بأقل وتيرة من التي تحصل في منطقة مجمع الشفاء الطبي. هذه المناطق تتعرض إلى وجود الدبابات والأليات العسكرية بشكل واضح وتحاصر المستشفيات مثل مستشفى الرنتيسي والنصر، مع العلم أن هناك عدد من العائلات التي كانت تتواجد بداخل المستشفى الرنتيسي أعلنت أنها تمكنت من الخروج ليلة أمس تحت تهديد السلاح والصواريخ الإسرائيلية، ولكنها خرجت بالفعل من المستشفى، ومن تبقى داخل مستشفى الرنتيسي هم لأطفال يتلقون خدمة العناية المركزية بوجود عدد قليل من الأطباء الذين ما زالوا متواجدين في تلك المناطق، ومع تهديد في لحياة هؤلاء الأطفال نتيجة لنقص المعدات الطبية والرعاية الطبية اللازمة. ولكن النازحين فعليا خرج من مستشفى الرنتيسي، هذا حسب شهود العيان والعائلات الفلسطينية التي كانت متواجدة هناك، وتحدثت بأن الآليات والدبابات العسكرية بالفعل هي متواجدة في كافة مناحي وزوايا هذه المستشفيات وهي تحاصرها من الجهات الأربع وبشكل واضح، ولكن مع التنويه بأنهم لم يروا أي جندي إسرائيلي يتواجد في المنطقة، أي أن الدبابات والآليات العسكرية تتمركز في تلك المناطق دون أن يخرج منها أي جنود إسرائيليين ودون وجود اشتباكات واضحة في تلك المناطق. السيطرة هي للآليات والدبابات العسكرية بالإضافة إلى تعزيز الطيران الحربي الإسرائيلي في تلك المناطق التي تقوم بغارات إسرائيلية في كافة المناطق المحيطة بهذه المستشفيات. الاشتباكات والوجه لوجه هي تتم في محيط مجمع الشفاء الطبي بإطلاق الرصاص المباشر والقذائف الصاروخية بالإضافة إلى الآليات والدبابات العسكرية، وهي تعتبر المنطقة الأكثر سخونة في هذه الأوقات هي منطقة مجمع الشفاء الطبي، مع التنويه بأنه حتى هذه اللحظة لم تتمكن أي عائلة فلسطينية أو أي محتجز داخل محافظة غزة من الخروج من تلك المناطق إلى مناطق الجنوب كما كان يحدث قبل. نفهم مما تفضلت به خولة أن من يتواجد داخل هذه المستشفى هم بحالة من المحاصرة، هم محاصرين. نعم بالتأكيد هم محاصرين بشكل كامل نتيجة لوجود الآليات والدبابات العسكرية ونتيجة أيضا للصواريخ الحربية الإسرائيلية التي تطلق بكثافة في محيط هذه المستشفيات، لذلك لا مجال للخروج من تلك المناطق على الإطلاق، وخاصة أن كل الممرات الآمنة التي كانت مفتوحة قبل ذلك الآن هي مغلقة وبشكل كامل، وهناك خطورة حقيقة على أرواح العائلات الفلسطينية والأطفال في حال أي تحرك سواء كان بمركبات أو حتى سيرا على الأقدام. الآن هناك نداءات عديدة وصلت إلى وسائل الإعلام لعائلات محتجزة في بعض العمارات السكنية في بعض الشوارع في بعض المستشفيات، ولم يتمكن أحد من الوصول إليهم أو حتى التنسيق لعملية إخراجهم، وأيضا مع التواصل مع الصليب الأحمر هناك صعوبة في عملية إخراجهم حتى هذه اللحظة، ويبدو أن الجانب الإسرائيلي مصر على الإبقاء على من تبقى داخل محافظة غزة حتى هذه اللحظة. نعم، على كل حال سنبقى في متابعة لأي تطورات جديدة. شكرا لك لكل هذه التحديثات من دير البلح وسط قطاع غزة، كانت معنا الصحفية
الصحفية خولة الخالدي. شلون من مرحبا مجرش بعد 10 الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم أنه سيطر على 11 موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس في قطاع غزة منذ 27 من شهر أكتوبر الماضي. أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عقد قمة عربية إسلامية مشتركة بشكل استثنائي اليوم السبت في العاصمة الرياض، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة. الخارجية السعودية أوضحت في بيان لها أن القمة المشتركة ستأتي عوضا عن القمة العربية غير العادية والقمة الإسلامية الاستثنائية اللتين كانتا مقررتين اليوم السبت. كما أشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن القمة تأتي لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية بشأن التطورات الأخيرة في غزة والأراضي الفلسطينية. ولمعرفة المزيد حول انطلاق هذه القمة تنضم إلينا من الرياض موفدة الحدث الزميلة تهاني الجهاني. هل لك تهاني تطلعينا على التحضيرات؟ متى ستنطلق هذه القمة؟ من سيشارك بها؟ تفضلي. أهلا جزيل، أهلا مشاهدين الكرام. نحن هنا نقف في الرياض حيث المكان الذي تنعقد فيها القمة العربية، القمة الإسلامية أيضا العربية الإسلامية المشتركة التي وصفت بأنها قمة غير عادية استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة. هذه القمة بعنوان قمة التضامن من أجل فلسطين أو قمة التضامن مع فلسطين. طبعا ما زالت الوفود تصل تباعا جزيل، من المتوقع أن تبدأ هذه القمة ونسمع كلمات القادة العرب والإسلامية بعد ظهر هذا اليوم. طبعا هذه القمة التي ستناقش ويعني يحاولون القادة بالخروج طبعا بتوحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة. ذلك أيضا جزيل ومشاهدين الكرام يشير لدور المملكة العربية السعودية المحوري في العالمين العربي والإسلامي، وذلك في ضوء رئاستها للدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القادة، وأيضا
أيضا بصفتها دولة رئاسة القمة الإسلامية الحالية 14. نعم. السعودية دائما أخذت زمام المبادرة في تشكيل موقف موحد على مستوى العالمين العربي والإسلامي، وذلك من خلال المشاورات والتنسيق أيضا مع فلسطين والدول العربية والإسلامية. جزيل، هنا جدير بالذكر أن نشير بأن مواقف المملكة العربية السعودية هي دائما مواقف ثابتة تجاه الأزمة الفلسطينية، حيث دعت ودوما تدعو منذ بدء هذا العدوان على الجانب قطاع غزة، دائما تدعو المملكة العربية السعودية للوقف الفوري للعمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وأيضا المملكة العربية السعودية رفضت استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم، وأيضا طالبت المملكة بتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة، لأن كل المساعدات التي دخلت والتي شهدناها عبر وسائل الإعلام ودائما في تغطيتنا في الحدث هي لا تفي بالغرض الذي تتعرض له هذه المستشفيات والمرافق الحيوية للدمار بشكل كبير. جدير من الذكر أيضا فقط هنا نشير جوزيل بأن المملكة استضافت عددا من القمم الداعمة للقضية الفلسطينية منذ سنوات عدة ومنذ سنوات طويلة، كان أبرزها القمة العربية 29 في الظهران في عام 2018، والتي أطلق عليها قمة القدس، ودعمت المملكة فيها الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل والذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الموقف السعودي هو ليس الموقف الجديد، دائما تكرر المملكة العربية السعودية وتصر وتدعو المجتمع الدولي لتحقيق كل المطالب الدولية وتطبيق كل القوانين الدولية لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة. نعم، نتذكر أيضا مبادرة الملك عبدالله في العام 2002 في نفس السياق. هل من معلومات إذا ما كان سيشارك الرئيس محمود عباس في هذه القمة تهاني؟ حقيقة حتى الآن لم تتوفر لنا كافة المعلومات عن الجهات أو الدول التي ستكون مشاركة، لأننا نقف في المركز الإعلامي ومكان انعقاد القمة يبعد قليلا عن ما نحن نقف هنا الآن. طبعا لحساسية الموقف ولتجمع عدد كبير من الدول العربية والإسلامية في مكان واحد في المملكة العربية السعودية، وذلك يعني تداعيات أمنية ليس أكثر، بأنه يكون في نوع من التنظيم والتنسيق العالي لدرجة أنه يعني نحن الآن في نهاية الأسبوع تنعقد هذه القمة، إذا كان الموضوع راح يمتد الى الغد كان من يعني حسب المعلومات المتداوله كان سيكون التعليم اونلاين يعني عبر عن بعد، وذلك حتى تكون حركه المرور سهله وسلسه، وايضا يعني كما تعودنا دائما يعني التنظيمات على مستوى عالي جدا من ناحيه امنيه واداريه في المملكه العربيه السعوديه، لا سيما ان كنا نتحدث عن العاصمه السعوديه الرياض. شكرا لك لكل هذه التوضيحات، على كل حال سنكون في متابعه وسيكون لنا وقفه اخرى معك للمزيد من المعلومات. من الرياض كانت معنا موفدة الحدث الزميلة تهاني الجهني، شكرا لك. أيضا أكدت منظمة اليونيسف أن حياة مليون طفل في غزة باتت معلقة بخيط رفيع مع انهيار خدمات صحة الأطفال في جميع أنحاء القطاع تقريبا، وفق بيان نشرته المنظمة على موقعها. وأضافت المنظمة أن انقطاع الخدمات الطبية وخدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة لسيما المناطق الشمالية أصبح يهدد حياة كل طفل في القطاع، مشيرة إلى أن الرعاية الطبية في مستشفيي الرنتيسي والنصر للأطفال توقفت ولم يكن هناك سوى مولد صغير يزود وحدات العناية المركزة والعناية لحديثي الولادة بالطاقة. كذلك تم الإبلاغ عن هجمات وأعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى الرنتيسي، حيث ورد أن هناك أطفالا يخضعون لغسيل الكلى وفي العناية المركزة بحسب اليونيسف. وذكرت التقارير أن مستشفى النصر للأطفال تعرض لأضرار أخرى يوم الخميس في هجوم بما في ذلك معدات إنقاذ الحياة، كما توقف مستشفى آخر للأطفال في الشمال عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود، وهناك مستشفى متخصص للولادة في حاجة ماسة إلى الوقود لمواصلة عمله.
اضطرت سيدة من منطقة الشجاعية للنزوح إلى مدينة خان يونس بقطاع غزة، حيث خضعت لعملية ولادة مبكرة، كما أنها تواجه نقصا في اللقاحات والرعاية الطبية لها ولطفلها. نزحت يوم رابع يوم الحرب، وجبت البيبي هذا في الحرب هنا في مستشفى ناصر. والله أنا صراحة يعني خايف على البيبي، في له تطعيمات لازم يأخذها، وأنا اللي كمان تطعيمات لازم أخذها، ومفيش إله متوفر، لا مش متوفر إله البامبرز ولا الحليب، يعني بإشي كميات قليلة، والمفروض يعني تتوفر وتطعيمات، والمفروض أنا كمان أطعم. عشان هيك يعني أنا خايفة كتير على الوضع الصحي تبعي وتبع البيبي. وللوقوف عند آخر التطورات الميدانية ينضم إلينا مجددا من خان يونس مراسل الحدث زميل أحمد حرب. أحمد، هل تطلعنا على آخر مجريات الأوضاع في خان يونس وفي المنطقة التي تجاورها؟ نعم جزيل، التطورات هو أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قبل قليل استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما أسفر عن حرائق داخل المستشفى، وأيضا كان هناك استهداف لقسم العناية المركزة من قبل الطائرات الحربية. المستشفى حسب ما تقول وزارة الصحة أنها محاصرة من الجميع الاتجاهات من الدبابات الإسرائيلية، لا ماء لا كهرباء لا إنترنت لا اتصالات داخل المستشفى، وهم معزولين عن العالم كما تقول الإدارة في المستشفى، وبالتالي هناك أكثر من 15,000 نازح داخل المستشفى، هناك مئات الإصابات الخطرة والحرجة داخل المستشفى، هناك أيضا العشرات من الجرحى في داخل العناية المركزة. نتحدث عن هذا التطور فيما يأتي أيضا ضمن الاشتباكات التي تدور في محاور متعددة ومختلفة في قطاع غزة، سواء في حي النصر شمال مدينة غزة، الدبابات ما زالت تحاصر 4 مشافي يوجد بها نازحين، أكثر من 6,000 نازح، هناك المئات من الأطفال المرضى داخل المستشفى محاصرين، هناك مناشدات منهم للجنة الدولية للصليب الأحمر ووزارة الصحة، ولكن الدبابات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يمنع وصول هذه السيارات سواء من الصحة أو الصليب الأحمر إلى تلك المنطقة، وتدور اشتباكات عنيفة في هذه الأثناء في هذا المحور. أيضا غرب مدينة غزة مخيم الشاطئ، هناك اشتباكات وحرب شوارع ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام في هذا المخيم، الدبابات الإسرائيلية تقصف منازل المواطنين في المخيم بشكل عنيف. المحور الآخر هو غرب تل الهوى عند دوار الخور، هناك دبابات تتمركز تقوم بإطلاق الرصاص والأعير النارية باتجاه مستشفى القدس الذي يتواجد فيه حتى هذه اللحظة 14,000 نازح، 400 مريض ومصاب وطواقم طبية وإدارية محاصرين، انقطعت عنهم أيضا الاتصالات والإنترنت، والوقود الذي في المولدات الكهربائية نفذ، وبالتالي لا يوجد كهرباء في مستشفى القدس. أيضا المحور الآخر هو شارع صلاح الدين، على طرفي الطريق الشارع هناك دبابات إسرائيلية تتمركز، الجيش الإسرائيلي بشكل يعني بقوات راجلة متواجدة في المكان، أيضا في مدينة الزهرة حيث يتواجد مستشفى الصداقة التركي هناك دبابات إسرائيلية تتمركز وتقوم بإطلاق القذائف باتجاه منازل المواطنين في منطقة الزهرة، بالإضافة إلى القناصة التي تعتلي أسطح البنايات في كل هذه المحاور وتقوم بإطلاق الرصاص على المارة والمواطنين الذين يمرون في تلك المنطقة. نتحدث عن توغل للدبابات الإسرائيلية أكثر في عمق مدينة غزة، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية التي تقصف أهداف متعددة في كل أنحاء القطاع، سواء هنا في خان يونس استهدفت منزل أسفر عن عدد من الضحايا والإصابات، في أيضا النصيرات كان هناك استهداف من الطائرات الحربية لشمال شرق مخيم النصيرات، وأيضا في شمال القطاع جباليا بيت لاهيا بيت حنون، هذه المناطق تعرضت إلى الغارات الإسرائيلية، وأيضا من المدفعية شرق هذه المخيمات تقصف منازل المواطنين، بالإضافة أيضا إلى استهداف المستشفى الأندونيسي ومحيط المستشفى بشكل عنيف. نعم، شكرا لك لكل هذه التحديثات من خان يونس، كان معنا مراسل حدث الزميل أحمد حرب.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 198 من الكادر الصحي وتدمير 53 سيارة إسعاف واستهداف 135 مؤسسة صحية وإخراج 21 مستشفى و47 مركزا صحيا للرعاية الأولية عن الخدمة منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي. في الأثناء حذر عاملون بقطاع الأدوية في غزة من بدء نفاذ الأدوية نتيجة لإغلاق المعابر وقصف المستشفيات والمراكز الطبية والمستودعات، ما ينذر بكارثة أخرى تضاف إلى ما يعيشه القطاع من كوارث يومية بسبب الحرب. الله للأسف الشديد، هذا للأسف مقطوع. طب البستاتيب سد بداله؟ حتى البديل كمان انقطع للاسف الشديد، يعني كان موجود متوفر بس انقطع كمان. لانه فيش الحين ما المستودعات فيش معابر تدخل الادويه ولا نحتاج انه نشتري ادويه من الصيدليه بسبب الازمه الحاليه اللي سببها الحرب. في شح كبير في الادويه، بالذات ادويه خوافض الحراره ومسكنات الالم للاطفال. ليش؟ انا حابب بس انوه عن ازمه داخله علينا اللي هي النقص الحاد في الادويه الاساسيه. أنا صاحب صيدلية إلي شهر يعني بدبر أموري بالعافية. المشكلة إنه أكثر من 70% من الأدوية الأساسية، أنا بحكي عن الأدوية الأساسية اللي هي الأدوية المزمنة والأدوية الأساسية لمسكنات الألم اللي هي خوافض الحرارة، تحاميل الأطفال، مضادات حيوية بسيطة، مش موجودة. الموجود حالياً فقط أدوية اللي بدنا نقول عنها الصف الثاني من الأدوية. روى عدد من النازحين الفلسطينيين حجم المعاناة التي يعيشونها بقطاع غزة، وذلك في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الممنهج على المستشفيات إلى جانب سياسة التهجير القسري. إن شاء الله والله تعبنا معي، والله معي يا عم معي، إحنا أقسم بالله تعبنا والله يا عم. لا لمي مش بلاقيها ولا عارف لمي ولا اختي. رجعنا لطيعنا وحالنا، سيبناكم ايش وطلعنا. الله يحمي علينا يا رب. نعم علينا من الشفا، مصابين من الشفا، مصابين مش نازحين، لا مصابين مصابين، هذه مصابه يعني. يعني الوضع عن جد صار سيء، اذا المستشفى بتنضرب وين ضل مكانك؟ مستشفى القدس تماما عن الخدمة. والآن نذهب مباشرة للاستماع إلى كلمة مدير عام مستشفيات قطاع غزة. فقدنا الثقة في التنسيق الذي يقوم به الصليب الأحمر، خصوصا مع اعتقال ضابطي إسعاف بالأمس، تم التنسيق لهم مسبقا. كل من يتحرك بين مباني مجمع الشفاء الطبي يتم استهدافه، وقد أسفر ذلك عن استشهاد ممرض وإصابة مهندس برقبته بحالة حرجة، وهو الآن يصارع الموت. تم استهداف مجموعة من النازحين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي، حاولوا الخروج ولا نستطيع الوصول إلى الإصابات. الجثث الآن تملأ ساحة المستشفى، خصوصا بعد مجزرة مدرسة البراق التي أسفرت عن 50 شهيد، وملقون في الساحة الأمامية للمستشفى، بالإضافة إلى وجود عشرات الجثث الموجودة مسبقا في مشرحة مجمع الشفاء الطبي. لا يوجد كهرباء لحفظها ولا يوجد إمكانية لدفنها. النفايات الطبية لا يمكن إخراجها من مباني المستشفى، مما يهدد بانتشار العدوى ووجود كارثة في المكان. خيام النازحين اشتعلت فيها النيران نتيجة القصف المتواصل لساحات ومباني المستشفى، وآخرها كان استهداف قسم العناية المركزة مرة أخرى بعد استهدافه الليلة الماضية.
معظم الصحفيين غادروا مجمع الشفاء الطبي ولا يمكن نقل الصورة من هناك، خصوصا مع انقطاع الانترنت أيضا عن المستشفى. لا يمكن إخلاء مرضى وجرحى مجمع الشفاء الطبي لعدم وجود طرق آمنة ولعدم وجود مكان يتسع لهذا العدد الكبير من مرضى العنايات المركزة وحضانات الأطفال. وعليه فإننا نطالب أولا بتدخل إنساني عاجل لوقف كامل لإطلاق النار ووقف هذه المجازر المستمرة. نطالب بإدخال الوقود بشكل فوري إلى مجمع الشفاء الطبي ووقف استهداف المستمر وتمكين الطواقم الطبية من أداء عملها وتمكين سيارات الإسعاف من نقل الجرحى وإدخال ما يلزم من أدوية ومستهلكات طبية وغذاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في اللحظات الأخيرة. وشكرا لكم. إذن مشاهدينا تابعنا هذا المؤتمر الصحفي لمدير عام مستشفيات غزة محمد زكوت، وتحدث فيها عن الأوضاع الحرجة التي تحيط بمجمع الشفاء، لاسيما من ناحية محاصرته من قبل الدبابات والأليات الإسرائيلية. هناك القناصة على أسطحة المباني، فهم يستهدفون كل من يحاول الخروج من هذا المجمع. أيضا تحدث عن نفاد الوقود في هذا المجمع، انقطاع التيار الكهربائي، حتى قد حذر من المرضى المتواجدين في غرفة العناية. أيضا كان قد تحدث عن الجثث المرمية في الساحة الأمامية وعشرة الجثث داخل المجمع الطبي وفي حال انقطاع الكهرباء نتائج هذه الجثث ستكون لا تحمد عقباها. قال لا يوجد كهرباء لحفظها، استهداف قسم العناية إذن المركزة. أيضا معظم الصحفيين غادروا المجمع الطبي. تحدث أيضا عن قطع للاتصالات والإنترنت عن مجمع الشفاء. قال أنه من الصعوبة بمكان إخلاء مرضى مستشفى الشفاء. إذن هذا أبرز، وطالب بتدخل إنساني عاجل لوقف إطلاق النار ومساعدة من يتواجدون في هذا المجمع. أيضا مشاهدينا بالعودة إلى آخر التطورات الميدانية، ينضم إلينا مجددا من المنطقة الحدودية مع غزة موفد الحدث الزميل رائد الأغبر. رائد أهلا بك مرة جديدة، علمنا بأنك هناك صفرات إنذار تدوي وهناك رشقات جديدة لعناصر القسام. زخم هذه الرشقات قياسا بالرشقات في الآونة الأخيرة، حجم الأضرار الذي تسببه وما لديك من معطيات أخرى؟ تفضل الكلام لك. جزيل، يعني تستمر العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، يستمر القصف والضرب بالمدافع وبالمقاتلات، مقاتلات F-16 ومدافع هاوزر، إضافة إلى دخول المدرعات والمشاة، يعني الاقتحام البري مستمر، وصول هذه الأرتال العسكرية إلى مناطق في شمال قطاع غزة وضرب المنطقة الشمالية الغربية المحيطة بمجمع الشفاء الطبي مستمر في ذات الوقت الذي تطلق فيه يعني الفصائل من قطاع غزة صواريخ نحو الغلاف. يعني منذ الصباح الباكر عدة رشقات صاروخية انطلقت وصلت إلى مناطق الغلاف وهي كسوفيم، هذه المنطقة المليئة بالمستوطنات. ربما لا بد من التذكير بأن هذه المستوطنات هي خالية من السكان، خالية من المستوطنين. المستوطنين قد تم إجلاؤهم إلى العمق الإسرائيلي من أجل الحفاظ على سلامتهم والحفاظ على أمنهم، لكن هم يعني يرفضون العودة إلى مناطقهم إلا بعد أن يعني اجتمع بالأمس نتنياهو رئيس الوزراء وأكد لرؤساء البلديات لهذه المستوطنات وهذه البلدات بأن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على قطاع غزة، لكنه لن يسيطر سلطويا أو مدنيا، سيسيطر
عسكريا لحفظ الأمن لمناطق الغلاف. طبعا يؤكد بنيامين نتنياهو وباستمرار على أن لا وقف لإطلاق النار إلا بعد الإفراج الفوري على عن المحتجزين لدى حماس. هنا لابد من التذكير بأن هناك مساعي لعقد صفقة أو اتفاق ما بين الطرفين بوساطة أمريكية قطرية. هذه الصفقة من المحتمل أن تعقد خلال الأيام القادمة مع يعني تزامنا مع الساعات التي سيتخللها وقف لإطلاق النار من أجل الممرات الإنسانية. صفقة ربما تكون كاملة للإفراج عن جميع المحتجزين وربما تكون جزئية للإفراج عن النساء والأطفال من الطرفين إن كان المعتقلين لدى إسرائيل وإن كان المحتجزين لدى حماس. مسؤول أمني رفيع المستوى مسؤول إسرائيلي أكد بأن الصفقة وصلت إلى مراحل متقدمة بالمفاوضات. إذن هنا لا بد من الإشارة أيضا أن الرئيس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقى مع رئيس الصليب الأحمر وطلب منه الاطمئنان على صحة المحتجزين، يعني طلب منه الاطمئنان على يعني الوصول لزيارة المحتجزين والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. شكرا لك رائد لكل هذه الإيضاحات من المنطقة الحدودية، رافقنا موفد الحدث الزميل رائد الأخبار. أيضا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن شابا أصيب بالرصاص الحي فجر اليوم السبت خلال اقتحام قوات إسرائيلية ضاحية شويكة شمال طول كرم بالضفة الغربية. القوات الإسرائيلية داهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها. وللوقوف وللوقوف عند آخر التطورات من في الضفة الغربية، ينضم إلينا من رام الله مراسل حدث مرة جديدة زميل عبد الحفيظ جعوان. آخر التطورات لديك، لا سيما وكنا تابعنا بأن هناك اقتحامات مستمرة من قبل القوات الإسرائيلية حتى وصولهم إلى تفتيش المنازل واقتحامها. الجديد الذي لديك تفضل عبد الحفيظ. عم جزيل، القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة في مدينة قلقيلية حتى هذه اللحظة منذ نحو ساعة، وتقوم بتفتيش بعض المنازل التي تعود لمطاردين فلسطينيين وتحاصر بعض المنازل أيضا. بين الفينة والأخرى تقوم بإطلاق القنابل الغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان الذين يرشكون هذه القوات الإسرائيلية بالحجارة، كما أن صوت إطلاق نار سمع في المكان وإلقاء بعض العبوات الناسفة محلية الصنع على القوات الإسرائيلية التي ما زالت تعمل في تلك المنطقة. قبلها كانت قد اقتحمت القوات الإسرائيلية أيضا ضاحية شويكة في طول كرم ونفذت عملية اعتقال وجرى مواجهات مع فلسطينيين أصابت أحدهم بجراح. هذا يحدث في هذه الأثناء. خلال الليل نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من عمليات التوغل والاقتحام والتي أسفرت عن مجموعة من الاعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أبرزها في بلدة يطا جنوب الخليل، في مخيم الجلزون في رام الله، أيضا بيت فجار قرب بيت لحم، وفي شمال الضفة الغربية في مدينة نابلس. أيضا تواصل القوات الإسرائيلية هذه العملية التي بدأتها بشكل مكثف منذ 7 أكتوبر ومستمرة حتى اليوم، وأسفرت عن نحو 2400 معتقل حتى هذه اللحظة. نعم، إلى أي مدى كل هذه الخروقات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية تؤشر إلى مزيد من التصعيد في الضفة الغربية؟ ما زالت هي متواصلة، أحيانا تتصاعد بشكل كبير عندما تقتحم بعض المدن. قبل يومين كانت قد اقتحمت مدينة مخيم جنين وقتلت 14 فلسطينيا، وكانت قد قتلت 4 آخرين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، ثم تراجعت خلال اليومين الماضيين. ولكن إسرائيل تقول أن لديها خطة واسعة وأنها عازمة على القضاء على حركة حماس وعلى القواعد الشعبية لحركة حماس في الضفة الغربية، وبالتالي الإجراءات
الإجراءات الإسرائيلية المشددة والمناشير التي تقوم القوات الإسرائيلية بتوزيعها داخل مدن الضفة الغربية والحملة الأمنية وحملة ما يسميه الفلسطينيون بتكميم الأفواه ومنع الفلسطينيين بالتعليق على منصات التواصل أو المشاركة في التظاهرات، كل ذلك يؤشر أن إسرائيل ماضية قدما في حملتها هذه في الضفة الغربية. لا نعرف إذا كانت ستستمر حتى بعد الانتهاء من قطاع غزة أم ستتراجع عمليا الضفة الغربية، هذه نفس الأحوال التي تعيشها حتى قبل الحرب على غزة، ولكن بعد غزة هناك تكثيف كبير لهذه الموجة أو المواجهة الأمنية التي تحدث في الضفة الغربية. طبعا ذلك يتزامن جزيل أيضا مع أن ما زالت المعابر مغلقة وما زال العمال بلا عمل، وهذا بدأ يؤثر بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية للفلسطينيين والحياة الاجتماعية بشكل عام، وطبعا نتحدث في الضفة الغربية ومدن الضفة الغربية وقراها. شكرا لك لكل هذه التحديثات، على كل حال سنبقى في متابعة للوقوف عند آخر المستجدات. من رام الله كان معنا مراسل الحدث الزميل عبد الحفيظ جعوان، شكرا لك. على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية سجل تطور عسكري لافت مع إعلان قصف الجيش الإسرائيلي هدفا على مسافة 40 كيلومتر في عمق الجنوب اللبناني، وأفادت الوكالة اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في أحد البساتين بمنطقة الزهراني في الساحل الجنوبي دون الإشارة إلى وقوع إصابات. وأفاد مراسل الحدث بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف عدة بلدات حدودية في جنوب لبنان. وصفت وسائل إعلام إسرائيلية مجرى أمس على الحدود اللبنانية بالحرب الحقيقية، مؤكدة أنه ارتفاع بدرجات القتال. نشير أيضا إلى هذا العجل عن الصحة الفلسطينية، توقف العمليات بمجمع الشفاء الطبي في غزة بعد نفاد الوقود بشكل كامل. وبالعودة إلى آخر أخبارنا، كانت القناة 12 قالت الإسرائيلية أن القدرة على الاختراق عبر مسيرات تحمل مواد متفجرة وبكميات كبيرة يعتبر تهديدا خطيرا. كذلك أضاف محلل الشؤون العسكرية في القناة أن المسيرات ليست سلاحا يطلق عبثا، بل هو أمر يخطط له وتصادق عليه مستويات عالية جدا وفق تعبيره. وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن المستوطنات في الجليل الأعلى باتت مهجورة حتى أن مقر القيادة أخلي ونقل إلى الخلف، مشيرة إلى أن نقل مستوطني الجليل الأعلى بهذه الطريقة أمر غير مسبوق بعد إعلان حزب الله شن هجوم ضد القوات الإسرائيلية باستخدام 3 مسيرات. وأيضا مشاهدينا في متابعة لآخر التطورات في بيروت، ينضم إلينا من هناك الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي. أهلا بك حضرة العميد مرة جديدة برفقتنا في هذه التغطية المتواصلة لأحداث غزة بوجه إسرائيل لليوم 35. بالتوقف عند التطورات في جنوب لبنان، يبدو إذن ننتظر للتأكد بمن سيرافقني في هذه المقابلة. حضرة العميد هل تسمعني؟ أسمعك صح. نعم، إذا أنت طبعا تتابع معنا كل هذه التطورات في الجنوب اللبناني. هناك سفارات إنذار كانت تدوي في كريات شمونة مستوطنات الجليل الأعلى، أيضا الوكالة الوطنية اللبنانية تحدثت عن مسيرة تستهدف شاحنة تنقل بأحد البساتين في الزهراني جنوب لبنان. إسرائيل هاجمت صباح هذا اليوم هدفا على مسافة 40 كيلومتر في عمق لبنان. يعني كيف تفسر كل هذه التطورات، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الاشتباك؟ هل بدا واضحا اليوم ان هناك تخطي لقرار 1701 وقواعد الاشتباك التي كان هناك تنسيق بشأنها؟
اولا بس اريد ان اوضح تفضل. ربما التباسا اضحى مستخدما بطريقه غير صحيحه في الادبيات وفي منطق او في لغه الصحافه. ليس هناك قواعد اشتباك. نعم. حزب الله وإسرائيل بالعادة تكون بين جيشين صديقين وهما ليسا صديقين. هذا صحيح. هناك قواعد اشتباك واحدة في الجنوب هي بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل اللذان يطبقان مهمة واحدة هي القرار 1701. نعم. تعرفنا وربما نحن أخطأنا عندما بدأنا نتداول هذه ربما من قبيل التهكم. نعم. أن هناك قواعد اشتباك، لذلك يبقى الاشتباك محدودا بين حزب الله وإسرائيل، في إشارة إلى أن هناك في مكان ما من يدير هذه اللعبة بين الطرفين وأسميناها قواعد اشتباك. نعم. طبعا وهذا كان يعني كما قلنا استعارة من قبيل التهكم. نعم. ولكن يعني ألا يعني ذلك أيضا مساحة يجب أن لا يتم تخطيها بالكيلومترات بين الجانبين؟ حضرة العميل. هذا صحيح، ولكن من حدد هذه المسافة ومن أعطى نسق بين الطرفين للقبول بها؟ هنا لابد من الرجوع إلى نص القرار 1701. في 1701 هناك قواعد اشتباك بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وليس بين الجيش اللبناني وإسرائيل أو بين قوات يعني أي قوة شرعية مع إسرائيل، لأن قواعد الاشتباك هي ملحق مرفق بأمر العمليات الذي يصدر عن قائد واحد للوحدات المنضوية تحت قيادته. إذا ليس هناك قواعد اشتباك بين إسرائيل وحزب الله إلا إذا كان هناك لاعبا ثالثا بين الطرفين أو أكثر من لاعب، يعني الولايات المتحدة وطهران أو إسرائيل وطهران، اللذان اتفقا أنه على حصر هذا الاشتباك في قواعد معينة ضمن حدود معينة بما يخدم الطرفين، وبالتالي ساعتئذ لا نكون أمام جيشين متقاتلين، نكون أمام جيشين متقاربان في الأهداف ومتقابلان في التمركز، وساعتئذ نخرج يعني إلى فرضية أخرى. إذن يعني القول بأن هناك قواعد اشتباك هذا يعني أولا لا يخدم حزب الله، لأنه تسليم بأنه ينسق مع إسرائيل بصرف النظر إذا كان هذا التنسيق موجودا أم غير موجود. نعم. بالعودة إلى يعني التطورات الأمنية. نعم. أولا نقول أنه كريات شمونة وكل المستوطنات التي تم إخلاءها وتحولت إلى مواقع عسكرية هي تقع ضمن هذه الاستعارة التي يمكن لا يمكن الخروج منها، قواعد الاشتباك الموجودة بين الطرفين والتي طبعا لا تتخطى 3-4 كيلومترات في العمق الإسرائيلي أو في العمق اللبناني. ربما كانت بلدة ياطر هي قبل يعني حادثة اليوم، هي القرية الأكثر عمقا في الداخل اللبناني التي تعرضت لقصف في محيطها على الأحراش اليوم طبعا هذه المسيرة التي توغلت كما قلت إلى يعني الزهراني، مجرى الزهراني، ووفق الرواية الإسرائيلية أنها هاجمت هدفا موجود هناك. لغاية الآن يعني لم يتضح ماهية هذا الهدف، هل هو هدف للقسام الجهاد الإسلامي؟ نعم. لمن هذا الهدف؟ لكي نقول إذا كان هناك لا زال هناك احترام لقواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله، وأن هذا الهدف هو يعني لا يتعلق بحزب الله بل هو هدف ربما لأحد هذه الكتائب، هذه الفصائل الفلسطينية التي كذلك دخلت إلى الجنوب اللبناني لا ندري كيف يتصرف حزب الله، وكأن هذه الفصائل دخلت أو هي موجودة وهو لا يعني لا يرتبط بها ولا يديرها، وطبعا هذا أعتقد أنه مجافي للحقيقة. بانتظار يعني المزيد من التوضيح حول هذه القضية، عذرا الوقت يعني لا يسمح لنا بمتابعة هذا النقاش، طبعا سيكون لنا لقاءات مقبلة مع حضرتك من بيروت. أشكر الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حميدي لكل ما تفضلت به. شكرا. شكرا لك. أيضا من جنين ينضم إلينا الدكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. أهلا بك دكتور في هذه التغطية المستمرة مع قناة الحدث. دكتور أيمن، يعني وفقا للمحللين العسكريين وفقا للخبراء يقولون بأن المعركة لم تبدأ بعد بالرغم كل ما تقوم به إسرائيل من استخدام للقوة التكنولوجية في معركتها الحالية، كيف تعلق على ذلك؟
يعني أنا برأيي لا، المعركة بدأت يعني في 7 أكتوبر وما تلاها من توغل إسرائيلي يعني داخل قطاع غزة، والمقاومة التي اعتمدت على أسلوب يعني الكر والفر. المعركة بدأت بتهجير أكثر من 1,000,000 فلسطيني واستهداف يعني المدارس والصحفيين وسيارات الإسعاف والمستشفيات، ويبدو أن الرؤية الإسرائيلية للمعركة يعني تكاد تكون واضحة من حيث يعني التهجير القسري للفلسطينيين، رغم أن أهداف المعركة ما زالت ضبابية، يعني احتلال قطاع غزة، البقاء في قطاع غزة، شريط أمني في شمال قطاع غزة، ما زالت الأمور غير واضحة في هذا الاتجاه، لكن يعني المعركة على أشدها مع دخول يعني مئات الدبابات وآلاف وعشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين إلى مناطق شمال غزة وصولاً إلى الشاطئ وجباليا ومدينة غزة، والمقاومة التي يعني بدأت يعني تغير تماماً من تكتيكاتها، التقليل من عدد الصواريخ الذي يلقى على المدن الإسرائيلية واعتماد على عمليات الكر والفر وحرب العصابات طويلة الأمد. نعم، إسرائيل تحاول تسجيل بعض النصر يعني لماء وجهها، إلى أي مدى نجحت في تحقيق ذلك أم أن الوضع سينقلب عليها، خصوصا وأن هناك من يقول لعنة غزة ستنقلب على إسرائيل؟ أنا برأيي المعركة معقدة من المنظور يعني الجيوسياسي والميداني وحتى الجيوسكاني، لأنه أنت تحشر 2,000,000 فلسطيني في مساحة أقل من 240 كيلومتر مربع ما بعد وادي غزة، يعني هذا راح يكون له يعني تبعاته، العديد من الشبان أنا برأيي راح يلتحقوا في المقاومة مع الوقت. إسرائيل ربما تحاول نعم تصوير انتصار معنوي من خلال التشدد في قضية يعني الأسرى والرهائن، هي تعتقد أن وصول الدبابات إسرائيلية إلى مستشفى الشفاء وهو أحد رموز مدينة يعني غزة ربما يعني نصر في هذه المرحلة، لذلك تتشدد من أجل إطلاق صراخ يعني بعض الأسرى الإسرائيليين خاصة الأسيرات وكبيري العمر، حتى تقول للرأي العام الإسرائيلي أن هناك أمريكان وأوروبيين وإسرائيليين في هذه الصفقة، لكن أنا برأيي المعركة يعني لم تحسم بعد، راح تحتاج إلى وقت طويل، والساسة في دولة الاحتلال يعترفون أننا نحن بحاجة إلى فترة أطول من أجل يعني فرض وقائع على قطاع غزة تحديدا في منطقة الشمال والوسط. نعم، أيضا يعني هناك تساؤل حول مصير هؤلاء الذين لم يغادروا الجزء الشمالي من القطاع، يشار إلى أن هناك ما يفوق عن 400,000 غزي. يعني هاي هي المأساة، يعني لا يمكن لكل سكان قطاع غزة أن يصلوا إلى يعني إلى الوسط وإلى الجنوب، ما زال هناك عشرات الآلاف ومئات الآلاف موجودين في بيوتهم، حتى في بيت حانون وحتى في بيت لاهية وفي المناطق الشمالية والشمالية الشرقية وفي الشجاعية، وهذا يثبت تماما أن الناس يعني موجودين وصامدين، وبالتالي راح تكون المعركة مكلفة من ناحية يعني الخسائر البشرية ومن ناحية الاقتحامات الإسرائيلية، لا يمكن لإسرائيل أن تقتحم يعني مخيمات الشاطئ والجبالي ومنطقة الشجاعية إلا إذا فعلا قامت بتهجير السكان وقامت بتسوية كل البيوت والعمارات والبنايات يعني أرضا، وبالتالي المعركة للأسف الشديد راح يكون فيها يعني خسائر كثيرة في الأيام. هذا ما كان أشار إليه الرئيس بايدن في بداية كلمته بدعم إسرائيل. أيضا إلى أي مدى يعول اليوم على الأنفاق؟ صحيفة نيويورك تايمز تقول أنفاق حماس في غزة وصفتها بالخطر الأكبر الذي يواجه القوات البرية الإسرائيلية. أنا برأيي المقاومة بدأت حتى تستخدم يعني تكتيك أكثر، في هناك تركيز إسرائيلي على يعني الأنفاق في منطقة شمال غزة ومنطقة الوسط والمدينة، لكن بدأ المقاومين أنا برأيي يتخذوا من العمارات المهجورة والبيوت التي تم تهجيرها، ولعل التسجيلات التي ترد من غزة يعني تعزز هذا الانتباه، هم يعرفوا المناطق منطقة منطقة بيتا بيتا حارة حارة ومخيم مخيم، لذلك يعني أنا برأيي الأرض يعني تقاتل مع المقاتلين، ولذلك ستعتمد إسرائيل أيضا يعني أكثر على قوة النيران وعلى سلاح الجو من أجل يعني السيطرة على بعض المناطق وأخذ يعني بعض الصور من أجل يعني تهدئة الرأي العام الإسرائيلي وطمأنته أن يعني الجيش الاحتلالي يقوم بعمله داخل قطاع غزة. شكرا لك لهذه المداخلة معنا من جنين، الدكتور أيمن يوسف أستاذ دراسات دولية في الجامعة الأمريكية في جنين. هذه التغطية متواصلة معكم عبر قناة الحدث.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.